كلمة لكم سيد وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. قريتها سيد نائب محترم. سيد الوزير لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون. مشروع القانون رقم 1265 الذي يتمم القانون رقم 1689 المتعلق بمزاولة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، كيندرج هذا النص هذا في إطار مقاربة الحكومة بشأن مسألة تكوين الأطر العليا بشكل عام والمهندسين المعماريين بشكل خاص، والتي تنبني على محورين أساسيين. المحور الأول يتعلق بتأهيل منظومة التكوين العمومي للهندسة المعمارية، الغرض منها تكثيف العرض العمومي والرفع من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي في الهندسة المعمارية، بغية فتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من بنات وأبناء الوطن لممارسة حقهم الدستوري في اختيار تعليمهم. ولتدعيم منظومة التعليم العمومي يتم كذلك العمل على إحداث قطب للتكوين يضم كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومركز تكوين التقنيين بمكناس، الهدف منه الارتقاء بمهن التكوين في المجالات المرتبطة بالقطاع بشكل عام والهندسة المعمارية بشكل خاص. أما المحور الثاني سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب المحترمون، هو الذي يندرج في إطاره مشروع القانون رقم 1265 اللي معروض على أنظارنا بتتميم القانون رقم 1689 السالف الذكر، والذي يهدف إلى تفعيل مضامين القانون رقم 0100 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الذي يجعل من التعليم الحر أداة من أدوات الارتقاء ببرامج البحث العلمي والتكوين وتكوين الكفاءات. كما يهدف هذا التعديل الذي يأتي كذلك استجابة للحاجيات الملحة من المهندسين المعماريين سواء من لدن الإطار الإدارة أو القطاع الخاص، خصوصا الجماعات المحلية والوكالات الحضرية، بحيث أنه اليوم عندنا مهندس معماري لكل 16,000 نسمة. يهدف إذن إلى تمكين الخريجين الحاصلين على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة من تقديم طلبات للحصول على الإذن بممارسة الهندسة المعمارية. الشروط اللي وضعناها كتهدف لضمان تكوين لا يقل جودة عن التكوين في القطاع العام، وهذا المشروع اعتمد التركيز على مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة، لكون هذا النوع من المؤسسات هو الذي يضمن تلك الشروط. من شأن خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود تمكين الحكومة من تسوية وضعية خريجي المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية بالدار البيضاء والمحدثة في مارس 2004 في إطار اتفاقية بين وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. دعوني أركز على هذه النقطة، هناك التزامات على عاتق الدولة، هذه الدولة المغربية اللي فيها استمرارية اللي وقعت اتفاقية ووضعت شراكة عمومية خصوصية داخلة فيها وزارة اللي هي وزارة السكنة، وداخلة فيها وزارة ثانية اللي هي وزارة التعليم العالي، وداخلة فيها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الحالية، مع مجموعة من المهندسين على إثر طلب عروض. هذا طلب العروض تقدموا له عدد من الفرق
من ضمن هذه الفرق هناك من كان مدعما برسائل وهناك من لم يكن مدعم برسائل، والحال أنه من لم يكن مدعم برسائل هم اللي فازوا في طلب العروض. وعلى هذا الأساس بدأت هذه المدرسة كتشتغل منذ 2004 وكونت أجيال وفرزت أفواج من الطلبة في إطار هذه الشروط. وفي نهاية المطاف هذه الأفواج اللي تخرجت واللي الدولة هي اللي في الأصل دارت شراكة عمومية خصوصية، هذه الأفواج تكتشف بأنه الشهادة ديالها غير معترف بها. فوجدنا في هذه الحكومة هذا الموضوع مطروح أمامنا، أجيال أفواج تخرجت دي بروموسيون حصلوا على الشهادة ما قادرينش يزولوا اليوم لا في الخصوصي لا في العمومي، فوج آخر سيتخرج هذه السنة، ناهيك على الأفواج الأخرى اللي غتخرج السنوات المقبلة. كان علينا أننا نوجدوا حل في إطار الاستمرارية ديال الدولة وفي إطار الواجبات ديال الدولة المنصوص عليها دستوريا، خصنا نلقاو حل لهذا الوضع. هذا اتصلنا بجميع الأطراف المعنية في حوار طويل عريض مع الجميع، مع هيئة المهندسين المعماريين الهيئة الوطنية عندما كان معترف بها، بحيث أنه تعلمون أنها ألغيت بقرار قضائي لمحكمة الاستئناف. تناقشنا معهم مطولا كما تناقشنا مع جميع المعنيين بالأمر من أمانة عامة، وزارة التعليم العالي، وزارة السكنة، على أساس شنا هي الصيغة الأمثل اللي قانونا غتمكننا من أننا نتجاوزوا هذا الموضوع دون أن نفتح الباب. وهذا هو التخوف اللي كان عند المهندسين المعماريين واللي ربما حتى عند الطلبة ديال المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، دون أن نفتح الباب لإمكانية إحداث مدارس خصوصية هكذا بشكل عشوائي ودون احترام القانون. يعني المجال كان ضيق جدا باش نلقاو حل. ففي نهاية المطاف استقر الرأي أننا ما نسمحوا بذلك إلا في إطار واحد الصياغة اللي كتقول أن هذا الأمر ما يتم إلا في إطار شراكة بين الدولة والمعنيين بالأمر اللي باغين يديروا مدرسة خصوصية، بمعنى أنها ما غتبقاش خصوصية غتولي خصوصية عمومية. بالطبع الشراكة كتعني وضع ضفدع تحملات، الشراكة كتعني أنهم يكونوا في مستوى على الأقل التدريس اللي كاين على مستوى المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، الشراكة كتعني مجلس إداري اللي مساهمة فيه الدولة واللي مساهمة فيه المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، أي أنها تراقب من خلال ذلك التدريس. بل أكثر من ذلك الشراكة تنص بالنسبة للمدرسة ديال الدار البيضاء على مساهمة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، تهما طرف في هذه العملية. إذن وضعنا هذا الشرط، وفي إطار النقاش لما بدينا النقاش صدقت الحكومة، لما بدينا النقاش في اللجنة منذ ذلك الحين ونحن في نقاشات داخلية ولكن كذلك في نقاشات موازية مع جميع المعنيين بالأمر، واستقر الرأي الآن على هذه الصيغة اللي ضفنا فيها كذلك بطلب من المعنيين بالأمر، بطلب من المهندسين المعماريين هما اللي طلبوا منا ذلك، ولو اعتبرنا أنه فيها واحد النوع ديال 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 ترديد الكلام، لكن استشرنا تكون معكم واضح مع الأمانة العامة الحكومة، قالوا أن هذه صيغة زائدة لكن عملوها. عملنا شهادة تعادل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية،
بطلب من المعنيين بالامر. هذا الامر ادى ربما الى سوء فهم من قبل الطلبه. فسرنا لهم هذا الامر وقلنا لهم راه الشهاده ديال الدار البيضاء ماشي هي الشهاده ديال الرباط، غير تعادل، ماشي اللي حصل على الشهاده ديال الدار البيضاء راه هو كانه حصل على الشهاده ديال المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه، خلافا لما اعتقده البعض. اذا وضعنا هذه الصيغه، مشينا امام اللجنه مرارا، اجتمعنا عده مرات، وقع حسب علمنا اجماع على الصيغه التي تقدم امامكم. حنا هذه الصيغه سعينا الى انه نوفروا اكبر اجماع، اكبر تراضي ممكن بين كل الاطراف. ما ضغطنا، ما قلنا هذا الشيء خصو يدوز دغيا، قلنا الله يخليكم ناخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء كامل. والان صيغه امامكم لعدد من التعديلات وردت من عند الفرق نفسها، اغلبيه ومعارضه. هذه هي الصيغه اللي امامكم، واللي حنا كنعتبروا انه اليوم غتمكن من جهه من حل هذا الموضوع اللي موجود واللي كيهم 144 ديال الطلبه اليوم وغدا اكثر، والمسار ديالهم معلق بالقرار اللي يمكن ناخذوه، ولكن كذلك خدينا الاحتياطات الكامله من اجل انه ما يمكن حتى شي حد يحدث مدرسه جديده دون ان يتقيد بشروط دقيقه جدا. اذا ليس هناك لا خصصه ديال التعليم ولا شيء من هذا القبيل، ولا شيء تهديد للمدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه. والدليل على ذلك، وان كان الامر هامشي، هناك مرسوم الان سيتم المصادقه عليه قريبا اللي غيمكننا من احداث بالتدريج 6 ديال المدارس اخرى مدرسه وطنيه للهندسه المعماريه في مدن مختلفه في المغرب، بمعنى ان التوجه هو تقويه التعليم العمومي المفتوح لكل المواطنات والمواطنين. اذكركم فقط، بغيت غير من باب معالجه موضوعيه ديال هذا الامر، بانه اليوم وتعلمون ذلك السنه الماضيه وضعنا معدل ديال 17.27 باش ناخذوا 180 واحد في المدرسه الوطنيه للهندسه المعماريه. بمعنى انه اذا اردنا فعلا ان نفتح الباب لعموم الشبان والشابات، خصنا فعلا نوسعوا القاعده ديال المدارس الموجوده بالاعتماد اساسا على العمومي، لكن بالاعتماد كذلك في بعض الحالات على شراكه عموميه خصوصيه، ولكن في بعض الحالات فقط الاساس هو التعليم العمومي. هذا هو المضمون ديال التعديل اللي كنتقدموا به امامكم، وشكرا لكم. شكرا سيد الوزير.